بالمكرونه اللي بالجمبري والبيستو ونشوف المقادير. المقادير هتكون 400 جرام جمبري، كيس مكرونه، علبه كريمه 200 ملي، بهارات سمك، ملح وفلفل. وعشان نعمل صوص الريحان اللي هو البيستو بقى، هنكون عايزين ريحان فريش مغسول ومتنشف حلو، زيت زيتون، لوز هنبدله بدل الصنوبر عشان ما لقيناش صنوبر فممكن نستعمل لوز. هنعوز كمان توم، ليمون، وجبنه بارميجان مبشوره. هنبتدي بقى على طول ايه في الوصفه كده. اول حاجه هنحط المكرونه تتسلق، هنغلي الميه كويس قوي قوي، نخليها سخنه جدا، ونحط المكرونه مع رشه ملح. اهم حاجه ان الميه بتاعه سلق المكرونه تبقى حادقه كده زي الميه بتاعه البحر. فهنحط كمان سي سولت او ملح البحر، وهنحط المكرونه تتسلق. عندنا مكرونه النهارده فيتوتشيني، كل نوع مكرونه بياخد سلق معين، دي هتاخد من 5 لـ6 دقائق. وما نحطش زيت عشان المكرونه بيتحط لها زيت الصوص بيطلع منها. فهنحط ايه المكرونه تتسلق كده شويه كمان، ونسيبها ايه من 5 لـ6 دقائق على النار تتسلق. وابتدي بقى معاكم الاول في تحضير صوص البيستو. اول حاجه هنحط الريحان الفريش، وطبعا لما بيتعمل في البيت بتبقى طعمها احلى بكتير من لو اشتريته البرطمان الجاهز في السوبر ماركت. ده بيستو عباره عن ريحان مطحون ناعم خالص، وبيتحط عليه زيت الزيتون والثوم والجبنه وكل يعني الحاجات اللي قلت لكم في المقادير، وبنعمل بيه البيستو ده. ثانيه واحده، نحط ايه ملح، رشه ملح صغيره. ده ايطالي تحديدا من منطقه جنوا، لو اتعمل بالطريقه دي اللي هي بيكون فيها الصنوبر. لكن بعد كده هم بقى غيروا في الوصفه دي، وكل شويه حد يدخلوا كل انواع المكسرات، ممكن نحط اي حاجه، كاجو، لوز زي ما انا حاطه النهارده، ممكن نحط مكاديمة، كل انواع المكسرات تنفع. وكمان كل انواع الاخضر يعني الخضار، ممكن بدل الريحان نحط بقدونس، ممكن نحط جرجير، اي نوع زي ما انتوا عايزين، ممكن كل حاجه تمشي. هنحط الثوم عليهم، مفروض الاصل انها تطحن بالايد في الهون اللي هو بيكون معمول من الجرانيت ده، بيظبطها جدا. لو خدتوا بالكم انا حطيت شويه طحنتهم حبه وبعدين ازود الباقي، ليه؟ عشان يطلعوا كلهم مفرومين ناعم وحلوين. ريحه الريحان خطيره، فريش كده ويجنن. نحط الباقي، سيب حبه بقى ايه عشان نزوق بيها الطبق في الاخر، بس مش لاقيه البيبي، انا بحب الصغيرين هما اللي زوق بيهم. ناخد ورقتين صغيرين ونفرم الباقي كده كده. هنحط بقى كمان ايه زيت زيتون عليهم عشان يطريها، هو اساسي زيت الزيتون في الوصفه من زمان، يعني لازم زيت زيتون. هنحط كده زيت الزيتون وايه ونطحن تاني مره كمان. هي بس ايه الفكره في الطحن ده كله، هسويهم بس تاني تحت كمان كويس عشان يتضربوا احسن من كده، عشان ما يبقاش فيه حتت سحيحه. يلا مره كمان، اخر مره، هي عايزه بس شويه صبر.
خلاص كده بقت حلوة جدا، اتظبطت وبقت حلوة. وبعدين بقى دلوقتي عايزين ايه، نفتح على الجمبري. هناخد طاسة على النار هنحطها ونبتدي بقى ايه نسوي الجمبري. يلا نسوي بس ايه كده تمام. اول ما تسخن نحط ايه الجمبري يستوي عليها. وعايزين نقلب المكرونة تقليبة. يلا محتاجين نقلب تقليبة. يلا واو تحفة المكرونة. خلاص هي اصلا المكرونة دخلت بدأت يعني تخش في السوا كده حلوة جدا. نبتدي بس ايه نستنى لما الطاسة تسخن. سخنت، نحط بقى شوية زيت زيتون. احلى حاجة صراحة انا بحب اعملها هي الباستا، بتبقى سهلة كده وسريعة وما ناخدش وقت في المطبخ، ندخل كده 3-4 دقايق نخلص كل حاجة. نحط بس شوية ليمون على البيستو عشان ما يسودش. وعندنا بهارات السمك، نسخن الزيت اهو وننزل فيه الجمبري. ثانية واحدة نجيب ايه، معلقة او تونج ده. لسه طيب استنى شوية عليها مش حاجة. ممكن المكرونة خلاص استوت، نوطي بقى النار خالص عليها. سيبها شوية في المية عشان ايه تفضل سخنة لما نحطها فوق الجمبري. اول بس ايه نحط الجبنة البارميجان فوق البيستو ونديها تقليبة. هنشيل بقى خلاص السكينة، احنا خلاص مش محتاجينها. هي هنا نحط بس ايه شوية من الجبنة البارميجان ونقلبها بقى ايه. مش لازم تتضرب عشان ما تتهريش قوي الجبنة، فاحنا هنقلبها كده بالمعلقة. نقلبها ايه كويس معاه. واو ريحته خطيرة يا جماعة، لازم بجد يعني يبقى التلفزيون الواحد يقدر يشم الاكل اللي بيتعمل. نحط بقى ايه الجمبري، خلاص الزيت سخن، ننزل بقى بالجمبري نغسله كده. تحفة، هو بياخدش وقت، اول ما لونه يتغير نعرف كده خلاص ان هو ايه استوى كده. نحط له بقى ايه بهارات السمك عشان تدي له طعم حلو شويه. وده جمبري يعني حجمه صغير هيكش شويه، فاحنا جبنا نوع تاني اكبر شويه عشان يبقى عندنا المقاسين. هنحط شوية فلفل اسود ولو حابين تتابعوني على الانستجرام والفيسبوك هننزل لكم دلوقتي الصفحات بتاعتي نورة راسبي، فهتشوفوا دلوقتي على الشاشة الصفحات. ولو حابين تسألوا اي حاجة وعندكم اي تساؤلات، عندكم وصفة عايزين تشوفوها ان شاء الله يعني في كام حلقه اللي موجود قدام، اللي هم تقريبا هيكون في منهم وصفات للعيد. كل سنه وانتم طيبين. فلو حابين حاجه معينه مش بتعرفوا تعملوها ابعتوا لي نعملها وتطلع في الحلقه معانا تبقى ظريفه. اهو دلوقتي الجمبري بدا ياخد ايه يستوي. اول ما لونه يبقى بينك كده عرفوا ان هو ايه خلاص يعني قرب يستوي. عشان ما يبقاش فيه عضه يعني ده كده خلاص استوى. هننزل بقى عليه ايه، هننزل عليه صوص البيستو اللي احنا عملناه الخطير ده كده
كده ننزلهم كلهم ونديهم بقى تقليبة حلوة. طبعا دي بقى وصفة ايه بست بيت المستعجلة اللي ما عندهاش وقت تدخل المطبخ تعمل حاجة فيها خضار مفيدة للولاد، طعمها حلو ومميز وسهلة. بصوا ما اخدش اي حاجة، يعني صراحة دي من الوصفات اللي انا بحب اعملها في البيت. عايزين ناكل حاجة مختلفة نعمل بقى على طول ايه مكرونة بالبيستو، ممكن نعملها بالجمبري زي ما انا عاملة النهاردة، ممكن نعملها بالفراخ، ممكن نعملها بالبيستو بس مش لازم نزود بروتين، يعني ممكن تعمل بس بيستو طعمها برضو بيبقى حلو قوي. ممكن نعملها بفراخ مشوية مثلا، نحط جنبها فراخ مشوية، ممكن نحط كمان جنبها فراخ متحمرة بالبقسماط مثلا البانكو اللي هو الياباني بتبقى حلوة برضو. هزود بقى عليها كريمة عشان كده يبقى عندي بقى الصوص المكرونة ايه جاهز كده. نزلنا عليها الكريمة وبعدين نقلب تقليبة. ميرسي الله على الألوان، أحلى حاجة إنه خضاره كده يبقى حلو. في تريكة كده إنه الخضار ده يبقى حلو كده، إن إحنا أول ما نجيب الريحان ونغسله نحطه ننزله في مية سخنة ونطلعه ونحطه في مية بتلج، ده بقى كده هيخليه يبقى أخضر زاهي قوي زي ما بنعمل الاسباراجوس والفاصوليا الخضراء. اي حاجه عايزين خضارها يبقى حلو بنحطها في ميه مغليه فيها شويه ملح، تنزل بس دقيقه وتطلع على ميه بتلج هتفضل خضراء وتحفه. هنزود بقى المكرونه فوق الصوص اللي عملناه، وبعدين هنحمر بقى الجمبري اللي موجود عشان نحطه على الوش، ونحمر شويه اللوز الموجودين كمان. يلا بينا مش عايزين ايه نوقع، وقعنا واحدة. هناخد شوية من المية بتاعتها كمان، دي بتبقى حلوة قوي في الطعم وبتمسك الصوص، يعني عادي ممكن ينزل شوية مية مش ضروري ان احنا نصفيها. احنا المكرونة ما بنغسلهاش بنحطها على طول كده عشان غسيل المكرونة بيفقد فوائدها وبيفقد طعمها وهي ما ينفعش تتغسل، المكرونه مش معموله عشان تتغسل. بس كده تمام حلو جدا. نقلب بقى تقليبه، الله اللون تحفه